السلام عليكم أحبتي طلبة الصف السادس. اليوم مكمل للظروف اللي راح ناخذها عن المضارع التام البسيط. just هو الظرف الثالث من بعد الأفا والنفا. يستخدم هذا الظرف ليوضح موقف حدث للتو. يعني من أستخدم just معنى هذا الشيء أنه هذا الموقف حدث في الآونة الأخيرة أو القريبة لهذا الوقت. موقع هذا الظرف قبل التصريف الثالث أيضا، يعني مثل ما تعاملنا بالستركتشر مالته ويا الأفا والنفا، نستخدم الجاست بنفس الحالة قبل التصريف الثالث. طرق الامتحان: نمبر 1 هي وي جاست فيكس ذا بيلز اون ذا بوكسز. لو أجل هذا المثال، طبعا نفس التعامل قلنا مثل ما تعاملنا بالأفا والنفا. وي راح تاخذ هاف، وي راح تاخذ هاف. طبعا موقع الجاست مثل ما هو، وي هاف جاست، والفيكس اكيد راح يكون بالتصريف الثالث فيكس. فعلى هذا الاساس راح يكون عندنا هاي واحدة من حالات الاسئله الوزاريه اللي اجتي، بين نصحح ما بين الاقواس باستخدام just، بوجود just. يصير الحل I have just fixed it. To نفس الاسلوب، he just have a cup of tea. فهنا لو اجي شوف التعامل وياه ايش راح يصير، نفس الطريقة. just هي دلالة انه زمن مضارع بسيط، طبعا هو يقول لي correct the verb، صحح الفعل هو هذا الاسلوب. فهي راح تاخذ has. just موقعها نفسه قبل التصريف الثالث، يعني بعد الهاز والهاف قبل التصريف الثالث. he has just had، he has just had، على اعتبار التصريف للهاف had، a cup of tea. هنا هذا المثال الثاني والأول بنفس الأسلوب. 3 I just came in، correct the sentence. الجملة بيها مشكلة، هنا الجملة بيها مشكلة. يعني just قلنا من ظروف المضارع التام، فمن ارجع للجمله لو اجي اتعامل وياها، الجمله بيها اشكال انه زمنها ماضي بوجود الجاست. الجاست ما يستخدم بالزمن الماضي. اذا تلاحظ لازم بهاي الحاله احنا ايش راح نسوي؟ نحول الجمله للمضارع التام باضافه هاف اور هاز. اي ياخذ هاف، اي هاف، جاست موقعها، الفعل came بالماضي نحوله للتصريف الثالث come، والتكملة yes come in. فصير I have just come in. يعني أضيف have وأحول الفعل من ماضي إلى تصريف ثالث. 4 would you like a cup of coffee. هنا هذا الأسلوب طبعا جاي بالامتحان الوزاري وموجود بصفحة 93. من بعد ما نكمل حالة just already yet، ثلاث ظروف ذني، ناخذ التمرين اللي موجود بصفحة 93. Would you like a cup of coffee؟ هل تود فنجان من القهوة؟ هنا لازم نجيب تصريف ثالث مناسب للجملة. طبعا راح شو اقول اني؟ thanks but I، ايش رايد مني؟ complete with just، لكن اكمل الجملة مع وجود just. هنا الاي مثل ما نعرف ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ have، I have. موقع ما بعد الهاف هو just. اجيب تصريف ثالث مناسب حسب هذه الجمله. Would you like a cup of coffee؟ يعني اقدر اقول drunk، هسه ونشربت، تعال تشرب فنجان من القهوه، شكرا لكن انا هسه شربت واحد. فايش راح اقول؟ I have just drunk or had. had على اعتبار يتناول one. التكمله one باعتبار مكمله للرد. 5 can I borrow that book after you؟ ممكن استعير هذا الكتاب من بعدك؟ اقدر استعير هذا الكتاب وكانما الكتاب بيدك، واجي انا اشوف الكتاب اقول له اقدر استعير هذا الكتاب من بعدك؟ هي يو ار، هي يو ار ذاتس مين تيك، يعني اخذه. يعني اني خلصت هذا الكتاب فاخذه، انت بعد ما احتاجه انا. فهنا ايضا رايد من عندي ان استخدم جاست. بهذه الحالة الاي تاخذ هاف، موقع ما بعد الهاف جاست. اجيب فعل مناسب حسب الرد او حسب التكملة مالت الجملة. اي هاف جاست فينيش، احولها للتصريف فينيشت.
ومن ثم its ضمير بمكان، ضمير مفعول به بمكان book أو that book بمكان الكتاب. فهذه الجمل صفحة 93 طبعا هن نصا موجودات، يعني ممكن يتلعب بهن بالامتحانات الوزارية. 6 have you seen علي؟ مرات مو شرط تجيب التصريف الثالث من عندك، يعني ممكن تاخذه من السؤال نفسه. Have you seen علي؟ هل شاهدت علي؟ Yes I have. هنا أنا أيضا لازم شو استخدم؟ استخدم have على اعتبار عندي I have just seen. بمكان علي أقدر أقول him. هسه يجيني طالب يقول لي أستاذ أقدر، أنا ما أعرف الضمائر، أقدر أقول مثلا yes I have just seen علي، يعني راح يصير just like Robert، يعني كأنما إنسان آلي يردد بدون استخدام الضمائر. فلذلك أستخدم الضمير بمكان البوك مثلا، هنا أقول it، بمكان علي أستخدم him. هذه طرق امتحان just بالامتحان الوزاري، يعني الطريقة الأولى والثانية، المثال الأول والثاني، تصحيح ما بين الأقواس بوجود الجاست. ما يقول لك مضارع تام، لكن أنت من تلقى الجاست قول إنه الزمن مضارع تام. الطريقة الثانية هي بالسؤال الثالث، تصحيح الجملة كلها، جملة بها مشكلة أنت لازم تصححها. أيضا ينطيك جملة بالماضي بوجود الجاست لازم تحولها للمضارع التام، على اعتبار الجاست هو من ضمن ظروف المضارع التام، تستخدم have أو has، والفعل إذا كان ماضي تحوله للتصريف الثالث. أما أسلوب الرابع والخامس والسادس هو حالة اشتقاق تصريف ثالث مناسب للجملة، وحسب الظرف اللي يحدده أيضا هو. خلينا نجي ناخذ الظرفين اللي بقن already yet، وبعد ذلك ناخذ التمرين الموجود بالكتاب activity book. Here we have already and yet. الظروف اللي بقن أدي ظروف already ويت. طبعا هذه الظروف تستخدم أيضا بالمضارع التام لتوضح أشياء حدثت بوقت سابق متوقع أو غير متوقع. يعني شلون أقدر أوضح لك الحالة؟ أنه مثلا من أسئلك شايف على سبيل المثال فيلم محدد مثل فيلم التايتانيك، راح تقول لي ممكن أي شايفه لكن بوقت يعني وقت سابق. إذا أسئلك مثلا هل شاهدت مثلا مسلسل على سبيل المثال، خلينا نقول مثلا صراع العروش، راح تقول لي لا ما شايفه في وقت سابق. يعني هنا الحالة توضح، أو حالة الظروف، لكل ظرف أكو تشابه وأكو اختلاف، لكل ظرف إلا فد حالة محددة. خلينا نجي لل already. الظرف الأول already، طبعا موقع هذا الظرف قبل التصريف الثالث أيضا مثل ما أخذنا ever never و just، وفي النهاية يعني ممكن في نهاية الجملة ممكن قبل التصريف الثالث للفعل. يستخدم أيضا مع الجمل الاعتيادية لكي يوضح شيء حدث بوقت سابق غير متوقع. حدث يعني ها مو نفي، حدث. يات موقع هذا الظرف نهاية الجملة فقط، يعني يجي في نهاية الجملة. يستخدم ظرف اليات مع النفي بالنات مو بالنفا، ما يصير النفا واليات سوى بآن واحد، بالنات النفي وكذلك في الاستفهام. راح تقول استاذ الافا هم اجت بالاستفهام، الافا توضح تجارب حياة سابقة موقعها قبل التصريف الثالث، اليت يوضح اشياء حدثت مسبقا موقعها في نهاية او لم تحدث مسبقا موقعها في نهاية الجملة. نمبر 1 I already sent the message to my dad. يعني اذا تلاحظ الحالة اللي موجودة انه هذا المثال يوضح نفس ما استخدمنا just، لكن الفرق بينه وبين just حدث للتو. يعني مثلا شايف على سبيل المثال شايف فيلم التايتانيك، قلت لك مساء، راح تقول لي مسبقا ممكن قبل فترة، يعني قبل شهر او شهرين، لكن من تقول لي just معناها هستوني انا شايفه. فهنا الاوريدي والجاست بنفس الاسلوب راح تيجي، لكن الفرق هو يحدد، يعني راح يقول لك اوريدي او يقول لك جاست. I already sent the message to my dad. فهنا اذا ردت استخدمها طبعا ما راح يقول لي مضارع تام، راح فقط يقول لي correct the verb. على هذا الاساس راح شو اسوي؟ I تاخذ have موقع الاوريدي، موقع الاوريدي قبل التصريف الثالث بعد الهاف والهاز أو في نهاية الجملة I have. بس هو هنا رايده والله أنا أفضل دائما الطلاب يستخدمونه قبل التصريف الثالث، يعني القضية في نهاية الجملة خليه هو إذا أراد يستخدمه خليه يستخدمه. I have already sent. هنا send على اعتبار فعل شاذ،
يتحول بالتصريف الثالث إلى sent. فاللي سويته I have already sent. I have already sent. Two. She already called me about the party. يعني هي اتصلت بي مسبقا حول الحفلة. فهنا أنا أيضا نفس التعامل. She تأخذ has already على اعتباره هو الظرف. Call فعل قياسي يأخذ ED. وهكذا نكمل ما بين. يعني نسبق ما بين الأقواس has have ونحول الفعل للتصريف الثالث. أيضا بنفس الأسلوب نفس ما اتفقنا. 3. She already lost her passport. Correct the sentence. طبعا جاية بالامتحان الوزاري هذا المثال. هنا أنا اللي عليه لازم شو أسوي؟ إنه الجملة أحولها للمضارع التام من بعد ما كانت ماضي. فهنا she already lost her passport. إنه الزمن ماضي بوجود الـ already غلط. الـ already ظرف من ظروف المضارع التام. زين شنو نقص بالجملة إذا تقدر الصحاحة قبل لا أنا أعالجها أو قبل لا أنا أحلها؟ الشي هو الفاعل الموجود ما عندي إشكال بالموضوع. She has already lost. إذن التصحيح هو فقط أضيف فقط أضيف has على اعتباره مضارع تام. الماضي lost هو نفسه بالتصريف الثالث يعني راح يبقى مثل ما هو. For did he write the essay yet? Correct. أيضا هنا أنا عندي مشكلة بالجملة. المشكلة الموجودة بالجملة هو استفهام بالماضي بوجود اليت وهذا غلط. يعني الجملة من تكون بهذا الزمن يعني بوجود اليت لازم تكون مضارع تام. فاللي راح أسوي إنه أحذف did. شنو اللي يجي ويا اليت؟ راح يجي لو هاز لو هاف اللي هي فاعل مفرد فراح استخدم هاز. هاز هي هنا أنا write راح أصير written the essay يت موقعها نفسه بالأخير. كملت الجملة. على هذا الأساس هسه أخذنا حالتين متشابهة يعني فقط تصحيح ما بين الأقواس. الطريقة المثال الثالث يوضح حالة تصحيح الجملة هو المثال الرابع. استفهام أيضا بالماضي غلط المفروض يكون بالمضارع التام بوجود اليت فأحذف الدد أخلي هاز والفعل المجرد يتحول للتصريف الثالث. نجي نشوف بعد أكو طرق عندنا طرق الامتحان الخاصة بالأوريدي واليت. Yes. Five. Would you like to come to see this film with us? يعني هل تود أن تأتي لرؤية هذا الفيلم معنا؟ No thanks. شكرا. أني completely with already. يعني هنا المطلوب أن أستخدم already. مثل ما اتفقنا. I يأخذ have. I have. ظرف اللي محدده already. التصريف الثالث مو شرط من عندك يعني حسب السؤال ممكن من عندك وممكن مشتق. فهنا سي موجود اقدر اقول سين ات. الات تعود لذس فيلم. طالب يقول استاذ اقدر اقول واتش ات يعني شاهدته. اي ماكو مشكله يعني اقدر اقول اي هاف اوريدي واتش ات شاهدته مسبقا. فاشتق تصريف ثالث مناسب حسب او من السؤال حسب الرد وحسب السؤال. Could you tell Samer about tonight? هل أخبرت سامر حول هذه الليلة أو سمير؟ I'm sorry. أنا آسف. أيت. بالمناسبة من يقول لي يت يعني 100% جملة يا أما تنفي يا أما تستفهم. طبعا هسه هو بادئ فاعل يعني هنا جملة عادية. فالجملة العادية لازم هنا بهاي الحالة شنو لازم نستخدمها بحالة النفي. فمن ألقي يت لازم أنفيها. I haven't راح تصير I haven't tell تصير told راح يعني يجي طالب يقول استاذ مو tell اقدر اقول call من عندي اتصلته تقدر تقول I haven't called him اقدر اقول see تقدر تقول see يعني phone تقدر تقول phone الى اخره. فممكن فعل مشتق او ممكن فعل من السؤال اذا كان مناسب. فهنا I'm sorry I haven't told هم يت على اعتبار اليت في موقع في نهاية الجملة. هذا فيما يخص
الظرفين already yet والعفو الظروف just already yet. خلينا نجي للتمرين اللي حول هذه الظروف. افتح الكتاب open your activity book please on page 93 صفحة 93. خلينا نشوف التمرين حول هذه الظروف شلون ترتيبه. Yes, Homer complete the responses. يعني هذا في صفحة 93 اكمل الردود using just already yet. هنا أنا طالب من عندي أستخدم هذه الظروف الثلاثة. Example, would you like a cup of coffee? No thanks, I've just had one. طبعا هو لازم يحدد لي الظروف، لازم يقول لي استخدم just. هذه الأمثلة سبق وأنا أخذناها قبل شوي وشرحناها. Does Samira know about the meeting? هل سميرة تعلم حول الاجتماع؟ I'm sorry. طبعا هنا راح يطلب من عندي أن أستخدم yet. I'm sorry. أنا آسف. بهذه الحالة بما أنه يحدد لي yet والرد كذلك يبين أنه الحالة بالنفي، فراح أستخدم I haven't. I haven't. أجيب مصدر أو تصريف ثالث، أحوله مصدر أحوله إلى تصريف ثالث، فصير I haven't told. I haven't told her. I'm sorry. I haven't told her. فالظرف yet في نهاية الجملة، فيصير الحل I haven't told her yet. ممكن مو شرط، يعني ممكن بمكان told أقدر أقول I haven't called her، أقدر أقول I haven't seen her إلى آخره. من الظروف اللي من التصريف الثالث المناسب اللي أشتقه. To would you like to come to see the new film with us? Thanks. أخذنا مثال مشابه لم قبل شوي. Thanks for asking. شكرا للسؤال. But I هنا المطلوب أنا أستخدم already. أقدر أستخدم الفعل see كتصريف ثالث مناسب، أو يعني أحوله للتصريف الثالث، وأقدر أكمل الرد به، فيصير الحل I have already seen it. هنا يطلب من عندي أنا أستخدم already. 3. Can I borrow that book after you? ممكن أستعير هذا الكتاب من بعدك. Can I borrow that book after you? Here you are. تفضل، مثل ما اتفقنا بأن أنا خلصت هذا الكتاب، أخذه. فمن شون أريد أقول أستخدم just هنا في هذا الظرف. فI have just finished it. فهنا أنا استخدمت finish كتصريف ثالث مناسب لهذا الرد. For look at the notes board. انظر إلى لوحة الإعلان. There is an advert for English courses. هنالك إعلان حول دورات باللغة الإنجليزية. I know. ياباني أدري، يعني أنا شفته مسبقا. أقدر أستخدم الظرف، يعني ممكن يحدد لي الظرف already هنا، فراح أقول I have already seen it. I have already seen، على اعتبار أنه تصريف ثالث الفعل see مناسب للرد. I have already seen it. الإت تعود للإعلان. 5. If you see خالد can you ask him about tonight? He can come. هو سوف يأتي. هنا راح أستخدم already، فش راح أصير I have already asked him. Asked هو الفعل اللي أخذته من المصدر حولته للتصريف، والهم هو اللي تعود الخالد، فعلى هذا الأساس حولت الفعل للتصريف. ده بقى عندنا ظرفين نستخدمهم أو ناخذهم وتكمل ظروف المضارع التام اللي هي since والfor. ظروف since والfor اللي الظروف اللي تشابه أو اللي تدخل بين المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر. لهنا أنا أتمنى أنه تكون الأفكار أو طرق الامتحان الوزارية واضحة لكم. نلتقي إن شاء الله بدروس قادمة بحول الله. أترككم في أمان الله وحفظه.